إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أجاب مناديه. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أحبتي في الله، إخوتي المستمعون، حي الله هذه الوجوه المشرقة وزكى الله هذه الأنفس الكريمة وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والله الكريم الحليم عز وجل أسأل الذي جمعني مع حضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك أن يجمعنا جميعا في جنته مع سيد المصطفى وإمام المرسلين وسيد المتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أحداث النهاية، منمنا تقبرنا فمها شتى الله سبحانه وتعالى إن شرب ريب بقش قركني كرنا يرب مشي بيبوس نكاتو تني إن سهلغ أهلغ سلقوا لقوا نعمة أمن إن نعمة كوهي نعمة كوهي نهنا اغترانا فرسببا كبقبايمتنا تهرومني كرنا إما أنك تنيو كتان مسو دينها كلم سن الله تعالى إبن حديث رسول صلى الله عليه وسلم مهننة فمجئا فمنتنا ما تقدم أولنا مهننة فلت ديها دنيا دقفك فأدلو آخرة دمك سلوت إبن سلم فنبي فلها جمجمنة محمد صلى الله عليه وسلم جرين يا من أمة إسلام بيأسن فك بيقسها النتو كاب دوم جمعة إن فك سلسلة تمد سن علامة سن قيام الساعة إن من علماء بيهرئن لإن علامة بروان كبهر علامة كبرى وعلامة صغرى علامة دكولة أم إن شاء الله تعالى بن كتنيو بوسند مسسن الله تعالى فممولا مليلينة يدتو هنقو علامة دكولة أبابيلا جمة هنبوك مجهور هرونة إبن سن علامة سبي
amuin jimatuna in kaibanan iban jima jadupa in kaibanan iban aun pasung jumatu asusungun biidnillah. In salsilaini kabalikanku wala namu tiakita kirendi hamaksud hasupaya aun mahinang natu biya mga aun mahapal natu atawa hasupaya aun biya mga kissa malingkat dumugun sindua dua mata tainga natu bukunya nin maksud waya takang patumtuman bangunin maksud sin salsila tungod sin alamat sin qiyamus sa'a insiya tashih lilwaqi hipagpaamo na to sadya ipagpabuntol na to iban asupaya ipagpasawa pakataan di murungog bangunin maksud niya rin diha dunya sababin kama tauran manusia illa man rahim Allah alain kan mga manusia amuin liapas sila sin Allah Ta'ala mata udeng mga manusia impangan na nila sin dunya tumubtub siya roon na hakamatay kalupahan niya in mga parakala jumat puasin kamatay labi pa in taon puas niya mapatay aun pati pagtaon dukulul qabr pagsud palam sin pakubulan pagubus mo sumud pakubulan aun pagtaon alhash pagwaun kaw gubus mo gumwa manaw kaw paparang mahshar amunin ardul mahshar pagubus sin ardul mahshar pagkisas amuna in pagtimbang pagwas sin pagtimbang amuna in pagtaytay hasirat al mustaqim in makalyo amunad tu intimappa jimakpat in nalugi amu in nahulub wal'iyadu billah paapin raka jahannam siyabot na mo'y ni kanyo hipagparimain asupaya na to makurek balik iban katumtuman na to bangunin direction may takitabiyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala riha dunya arumin insha'Allah ta'ala sumabot kitanyo alamat dahing ha mga alama amuin nasabot sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam in siya jumatu hahuling zaman sarta in alamat ini jimajatu na siya bihaun gamman limatag na siya hamasanatu biha unin alamat asufaya حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أرجلنا أسفايا رئمل وإن وقت سابن وقت لن بن هل غانية سمود نكتني مقتوي فعلامة أم إن سبت رسول صلى الله عليه وسلم رواية إمام مسلم لأن حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم بل كنت من حديث هرواية الإمام مسلم لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم يا الله جمّانها رواية الإمام أحمد بسند حسن لأن حديث أبي هريرة دمكيا قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى
حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. يا الله، لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. إن معنى الحديث كلان مقلبي سبد الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي دمتم دهه لزمن أو لماه له لزمن أناس من ما نسي إن شفتني ليلي يحدثونكم ما ننويسوي سويسويا كمو سن باركالا غريب باركالا مقعجيب باقو باركالا ولأني يبديور مكمو إبن سن كأما أنيو ولأني يبديور مكين سويسوي أمو إن دياراني لكنيو. سبحان الله، بلا نسج إن ما نسابهان هم سنته قبل أن كود ما بالسرة داهن كو بتوى داهن كو كبتغن تمندو جن باهب مسبب ينبق ديوم سويسويا كو سمبرقال ولا مبديورم إبن سن كأبو أنم ولا لديورم أي بمعنى بطي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أم إن شبت كقائنها رواية إمام أحمد بسند حسن لمس الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة بفتمندق قيامة أي قموا بين علامة ببور فتمندق قيامة أولين علامة حتى تظهر الفتن لماهل بين كفتنة فتنهن ويكثر الكذب إبن تمأد إن فنبتن علامة سن قيام الساعة علامة سن هري قيامة إن تمأدن إن بسربتن صلى الله عليه وسلم جمان نسب تكيبا الحديث رواية إمام مسلم لأن كان جابر بن سمرة قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم أريبة من دقن قيامة لوس رسول أو علامة لماهل أن يد جموة إن منك أسغا أم إن بطنا حريبك دمنك إن قيامة لوس رسول لماهل كمسها النيو منك أسغا بطنا كذابين فاحذروهم هل إنيو هل إنيو علامة سن قيام الساعة فشوف الكذب علامة سن قيام الساعة إن لماهل لنبتي بيأنا توجه جيمة جاتو كاتو تنيو بهاء هم سنتو أنا لا أعرف زمانا فشل الكذب فيك زمننا هذا وإن أنت مري مسا أم إن لماهل بوتين بيأس مسنته بهاء بان مجرها حال سنتأو بهاء كما تأورا سن معاملات ملت من دقها بوتين دينها قتأسا بقبابا كذب بوتين ما كتاك سبحان الله نقرا بلا سجى نقرا putingan putingan nen rakyatnya janjiannya sin janji amuin matar sangang kau sin bisarannya pag kita puting datui demikian ama muting pa anak anak muting pa ama
asawa atawakan asawa muting pamananiya. Subhanallah. Fasha fihi al-kadhib. Minkan al-kadhib. Khasla radi'ah. Khasla dhamima. In pagputing sipat mangi. Tumbi'u عن تغلغل الفساد في في قلب صاحبها وعن كيانه انتو بوتينغن علامة إن هلوم سن بغتين يون هبو سن كنيئا سبب سمد إني علامة سجة سن أون إن هلوم سن بغتين من قوم قباب تأو بوتينغن أتين إن هلوم سن بغتين يون ملوم. Naam. In pagputing hamasa na tubihaon sikat na in tauputingan. Sambili paghindo na bihaon sin manusia di ikaw magsukses long niya bako ni maingat muting. Subhanallah ang pagbako ang buktao. Kapag miting kami sin kahalan sin dunya iban sin akhira long niya kako ya Shaykh Mujahid in masa na tubihaon long niya wajib na magputing. Nang ko khair. Kuno panahin ang wajibin magputing. Long niya sabab di ikaw makausaha bang kori maingat muting. Di ikaw long niya makausaha. La hawla wa la quwata illa billah. Mayta in magdirihil rijjiki amu in manusia bukul na Allah Ta'ala. Kalupahan mo ng hadith. Hadithun sahih. رواية الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. لو سنصو صلى الله عليه وسلم إن تأو مقدرغا أتوقع أن تأو ماميمي bang siya in sadaqa, bang bunalin pagdarang niya, di siya magpangayikit, di siya magpamuting, burika lahu fi bayihima, papagbarakatun sin Allah Ta'ala in pagdarang-darang niya, sa alam sin Rasul, bang in tao yan putingan ha pagdarang-darang niya, muhiqat barakatu bayihima, ihun sin Allah Ta'ala in barakat sin pagdarang-darang. Bukun yan ni'ma, in alta nakamun labayrin ha pagdupang ang tao, bukun yan ni'ma in siya ni'kma, إن سيا بلاء إن رجك إسن الله تعالى حلال دي سيا مهاسل بانبقن دين حلال بانبقن لبيها أطرا سن كبيا سن الله تعالى كما جاء في الحديث بسن نسبة حديث فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته إن هدرت سن الله رجك دي سيا مهاسل بانبقن هبقطاعة أنه. نعم فشل كذب مين كان إن pagputingini سبحان الله كيناتن نتو pangadatan mangi إن pagputing sifat sin mga munafiqin كيناتن sin ako iban sin kamusa may tabihain in hal sin manusia sa buwayron pagpinda كيناتن ta in pagputing sifat sin mga munafiqin sa imano siya, masi-masi sila magputi. Biasin sa kaula-ulayin sila, nagrida na sila, in sila munafiqin. Kalupahan nila yung farman sila Allah Ta'ala, innal munafiqin, fiddarkil asfali minal nar, in mga munafiqin, dito sila habi-bian sin api nar ka jahannam. Riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim. Sabuton ko ngi sin ngi sin pagputing battakay ngatan abutan sin pikilan ta mangito in hinang yan sabut sin hadith asahih al-bukhari wa muslim in hadith in abu hurairah radiyallahu an qala sallallahu alayhi wa sallam ayatul munafiq thalath idha haddatha kadhab idha haddatha kadhab wa idha tumina khan وإذا وعد أخلف تنكغن السفة من المنافقين
sifat sing mga munafiqin inhi ka isa niya idha haddatha kadhab panagna ang sifat sing mga munafiq apabila magbisara magputi maluma tarang kato tani samayta baha imanus ya masi masi nagpuputi amurasanin tauputingan in tauputingan alamatin siya taubugaan الكذب علامة الضعف إن بغبوتين علامة إن ملمك علامة إن تأبوغ أن إن تأبوتين الميت سببا قوم إسم ويرو أن كهنغ وأنمو دئنا قوم هاجت متين ويرو أن كبوغ أنمو ممسرق سي كسبنانا سأبقى إني قوم لما إبن سن أون كبوغ أنمو متينكو ang kaiman ang tao, subhanallah, wairoon na hajat muting, maghinang kisa puting, may ta, bangman siya yet, at turun namuin, makaapas, aun day sabi mga level niya, aun day sab darajat niya, atas maghinang kisa, la hawla wala kuwata illa billah, wairoon na iyan kay mo magputing, ikaw maghinang. Alamat sin mga munafiqin, idha haddatha kadhab, wa idha waada akhlaf, apabila magjanji di nahi pagtunay janji niya wa idha tumina khan bang kapag amanatan magkhayanat siya sa laggu amanat lang sin Imam Ibn Abbas lang sin Imam Al-Hasan al-amanatu ad-dinu kulluhu amana ad-dinu kulluhu amana in agama Islam amana isyusyu in nagdarasin agama wala niyat yuna in amanat yaun nagkhayanat siya amanat sa lagu-lagu. Hariwayat sin Imam Muslim aun ganat niya sin hadith ni. Lang sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa in salla wa sama wa za'ama annahu Muslim. Misan pa siya lang sin Rasul si mambahayang si misan pa siya nagpuasa misan pa siya si milawakin ako Muslim bangin siya magpuputing munafiq siya. اسمع دوغين حديث هرواية الإمام البخاري ومسلم دين حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه أربع من كن فيه أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى لا حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر لا إله إلا الله وبات صفات لوس الرسول صفات سن مغا منافقين بان أون صفات دون كيم وبات إلي تمتمين إكو منافق برنا لينها وهكم بسكيم بان أون همبوك سجة sipat amin deng haupat sabutun ko iniyan doon kay mo tumtumah aun day sab hambuok aun day sab sipat si munafiq doon kay sambil mo yato katinggalan ang pamai unin panagnaan sipat si mga munafiqin niya shaykh idha tumina khan apabila kapag amanatan magkhayanat siya apabila kapag amanatan magkhayanat siya wa idha haddatha kadab bang siya magbisara magputin وإذا عاهد غدر بل أون جنج أن يتو قرن قولون أغد قوكام ستنا قوير كبوغا أن فكت رد تفهن وإذا خاصم فجر أببيل أون مران مقدس كاس يؤتي فركالا فجر مقتوي سمان لك لك وبت سبت إني سبت سن من المنافقين جمال تثبت حديث هرواية سن صفوان بن سليم ثبت سن إمام مالك في كتابه الموطأ إن حديث مرسل قال صفوان سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيكون المسلم جبانا قال نعم ثم قيل له أيكون المسلم بخيلا قال نعم ثم قيل له
أيكون المسلم كذابا؟ قال لا، قال لا. لونس الحديث نأسر لون الرسول صلى الله عليه وسلم إن بنسب يا رسول الله أو كما كنت مؤمن بغاء لونس الرسول. نعم فسأل الإسو كبنش بغاء إيان الله تعالى إنك بطة أو لونس رسول مسلم بغاء أو مسلم لون ما إسو نأسر ليس يا رسول الله أو بها مسلم إكتن. قال نعم أو يا سوليه بالرسول يا رسول الله هل يكون المسلم كذابا أو بها مسلم بطنا؟ قال لا. أو بها يا رسول الله مسلم بطنا نمس رسول وي بان مسلم سمبرنا إن إيمان يا مؤمن إن شريء مقبوبوتين إن مقبوبوتين منافق. لا ويلوس الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم مؤمن سمبرنا إن بق إيمان تأوبوتين. إن بقبوتين يا جماعة ريبة كان إيان سين بقبوتين سبحان الله درانكو هلوم سين بقتبو دي مهيكا غوا دي مهيكا بابلك ميتة أنت يتبو نسب تحديث رواية الإمام الترمذي وقال حديث حسن لأن حديث في أبي الحسن أبي محمد الحسن بن علي صدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. يا الله سبدس الرسول صلى الله عليه وسلم دينها أبوني حسن بن علي ديونك لون الرسول نها بلك إن كبتغني أنه لونس الرسول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بل أوم بيك ساك ساكا مباركالا إيكو رؤون كاريكو باباركالا أمو إن ويبك دواروها أمو إن مساوا من بيك دواروها من إني أركالا ريبة أيوكو مون أيوكو باباركالا حلال فإن الصدق طمأنينة سبب لونس الرسول إن تأوام إن تروته السلف لونس بحسة بناسة ببرانية ليس مينت مقبوط ببرانية طمأنينة مسنة إن فراتيانية ونون إن هنانية ناتن كان إن تأو ما كتا سبب ميتة ويرون تيتبقنية ويرون تيتبقنية مسن ملاباكو إن كتا نناكو ريكو لغينا نلسة تأو سبحان الله دي مينت مقبوط ببرانية ساوى الكذب ريبة سمغوى لونس رسول مقبوط ريبة هلومكو بانساك ساك سجا هلومكو يأهنغو سجا سبحان الله أون ما نسينا ناسوكو ردتها هلا بقون ديكاتو لونكو كان يا سبحان الله مني بقرأوا إن هنا شمانا أمان إن بس من يأون بيألونكو ريبة مطرن إن يأون ريبة بقديئن أولي لغيكاكو بيأمينيك سجا بيندان يأين بيندان ينتابك ميتا ما هنغو سيا bang masabutin yad to sababin siya nagihinam aun tiyatapok bang sadya wairoon tiyatapok niya wairoon piyutingan ni imbaran ni iwan sin Allah wairoon tiyataw ni kahanggawan karistuhan sin tao sabang kautaw putingan mataw tiyatapok mo mataw din biya mga tangkisan mo mataw din di mo ikawissara sambat simbahasa mahinang kau plastik tao plastikan sadya lang si magbawasa biya lima kabisara tampa lima kabisara amuin amuin prangkahan lang simbah sa sabab si Maita kaya nga tanin on tiya tapok niya kathib riba al kathib riba gamanin pagputing niya shabab al kathib khiyana in pagputing khayanat khayanat dakula in pagputing. Rakala imian kau ya Sheikh biadin maitong khianat sin nagputing at jako ya kunat dungog kau sin hadith hariwayat sin Imam Abu Dawud day nga hadithin Ibn Umar day nga hadith anfwan sin Sufyan Ibn Asidin al-Hadrami kala kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kaburat khianatun an tuhadditha akhaka bihadith huwa laka musaddiq wa anta lahu bihi kan. Ya Allah
كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به صادق هو لك مصدق وأنت له به كاذب. سلقوا خيانة لونس رسول إن سويسويا من همبوك تيما هدمو سن باراكالا أنو نسويسويا مو pagsakal in siya yaon kimahagad pagkitain ikaw putingan kautuhi. Khiyanat min taymang hud mo. Suisuyan mo, kumahagad na kay mo. Itaw niya papangatayan niya, ammalan niya, hinduan mo ilmo, ammalan niya, kumahagad kay mo. Pagkitain ikaw putingan mo tuwi siya, khiyanat mo siya. Khiyanin pagputing. Gammanin pagputing, yabtaidul malak. ابتعد من الكذابين الملك مين ان ملائكه دينها توبتين مين ان ملائكه دينها توبتين. قال صلى الله عليه وسلم احاديث روايه الامام الترمذي وقال حديث حسن لي حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم اذا كذب العبد إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ما جاء به من نتن ما جاء به. أبابيل لونس الرسول صلى الله عليه وسلم إن همبك إيب متي أمسرهن بطي تباعد منه الملك ما ميل كان الملائكة ميل هن كمائل لما يكن الملائكة لما يطول كان الملائكة ميتة سبب سنبه سنبس رجيم وأمو إن بوتين لها سنبه. طيب لما الكذب ميتة كتا مكبوتين يا جماعة انتو بوتين هأد لو آخرة هأد لو آخرة أون بانيلاها كنيلا انت اوبوتينغان هاد لو اخره اون بانيلاهن كنيله. قال الله تعالى ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده هاد لو قيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده هاد لو قيامة كخيتان من إما قطين ننهم تين فالله تعالى إما تأو قطين لونس الله تعالى وجوههم مسودة إن فميه أن لنا نيتمن لا إله إلا الله لي فها دنيا أو وقت مبقى اسمه. سبحان الله هاتكو بها بنال مقبب السرة إن تأو لون يتأو مني لي فها دنيا مغيتمن نميه انتو بوتين انتو مغربه انتو مغمعصيه دي بها دنيا وير انسوس اي مكانيه بامدت نجل ام ان ملندو من لب ساتدكو سنتو لك عباده اتدكو هتو لك عباده ما سها مسايا ما سوا بق اي مكا يقوغا سجه بكسن سن عباده هاد لو اخره سنبورنا انفس الله تعالى سهينيله أسن نسب تفرمس الله تعالى يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوصن الله سبحانه وتعالى سبنات لمن كنبها إبن سنما ميامغدها كنبها وقت سلف أغواء سن الله تعالى رينها فقبلا نورهم يسعى بين أيديهم نجسس هيا إن أنجوت برنلة نالبت سلس سهيا ميتة بكس فق عبادة نلة بهاد تريسا إن تأبطنا هاد لو آخرة أو علامة كنية إن فميه أن يلندوا إن إتم بأس تجدلوا يوم القيامة ترى الذين وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة جمان هرواية الإمام الطبراني وأبو يعلى إن حديثني أم إن بكسبت سنكمة أورا لوني
ولو نلا أم إن بر الوالدين أتوكن النميمة عذاب القبر، عذاب القبر والكذب يسود الوجه، الكذب يسود الوجه، الكذب يسود الوجه والنميمة عذاب القبر. إن حديث يده نسبت الإمام أبو يعلى والطبراني، إن حديث يده حديث الموضوع سفايا أمو إن مسوا إن بق أمو إن بق أغد نتو هاتورا سن شرع إمن لسنتو فرسول الله سويدئنا من جري سبتن إن فرقال أمو إن ديمك أمو إن ولا نبس رس الرسول صلى الله عليه وسلم سب ما يتون يدو بطن أم إن بق سبتن سيما كيفا لن حديث أبي بريدة الأسلامي لون سن لون لا أمو إن لون الكذب يسود الوجه ولا والنميمة عذاب القبر إن يد حديث موضوع بأس النسبت سن من علماء دمك كان أون حديث بسبتن له تود سبق بطن ما بيأكو إما سبتنا سفايا سما وإن فرقال أم إن فقال إلا الكذب ينقص العمر أو الكذب ينقص الرزق والدعاء يرد القضاء. حديث نسبت سن إمام الأصبهاني كتاب تاريخ إن يد حديث الموضوع أو نهم بقوس بن قلم مددته زياد زياد بن المنذر وهو متهم بالوضع كما قال علماء الحديث. ما قجر فك دليل يد سامسين كذا مدرا فكروه ولا تشيخ حديث أبو يعلى والطبراني إبن سن حديث من نسبت كائنة لا يجوز الاحتجاج به. ما رهن إن حديث صحيح ما رهن كاد حديث صحيح ما ميت سنكهي أن سنتأو بطيئة دينا قطة مقهاجة هام إن حديث موضوع. هل تدري يا أخي الحبيب كين تنمك إن رسول صلى الله عليه وسلم نكبيت إن تنبطن من داهي باب نرك جهنم، إن تنبطن داهنياك باب نرك جهنم. نسبت في الحديث رواية الإمام البخاري ومسلم لأن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعاذني الله وإياكم من الكذب. لو سن رسول صلى الله عليه وسلم من بكبسر النال من داه فهنا مريو الله أكبر تشتد إن بسر أبو النال بسن هبنا تدبو إن إيان بأمنا أم إن كني أنك وسنتاو أتى إسرام سن بكبسر أبو النال هكرا يو ينكيم هكرا يو ينكيم تمتم إن كسة في كعب أوقت سي أم إن ولا لقاغ أنك بنو من سجس يميوتين بيسا فنوغن سن الله تعالى آية هوقت سنك بسر أبو النال ليت بس سن الله تعالى رينها سكسة دينها من أنا وسكو كسة والله تعالى أعلم بصحته. قصة كان إمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه أم إن هوقت سيا دين سها عراق بهم فمكة مغجي بنينا سيهين أني ألت 300 درهم كدته سبي بس يا هران مان تقلنقل سلسين من تأمني من بيري يا وإن كتان ألت سنام إنك تطلق سقال إنسيا سبي بس يا لو سن بيري كان يا بلا سين سين أو سين مو لون يا وي لون عفوا أو لون يا سين لبي لون 300 درهم لبي لون يتونغ تسترها من تونغ تسترها متى والدود سبي بس يا لون سن بيري تدو
sulong ni diupang lagulag mo ang makarakaw sin bihad tutaggo dilong na kaunun sinakkal si wisi pakaulong ni honalta mo bihan sambil siya piyasaran in Imam Abdul Qadir al-Jailani radiyallahu an in siya wala siya nagputing aun tuud gayd aun tuud sin habul sa niya dihil kanahina niya karna hipag napakan niya habaran niya waktu siya nangadji sa sarab sin nagbisara siya bunnal liyapas siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. سامي سنبهات إن بوتين درجات إن بان بوتين أنواع الكذب أنواع إن بان بوتين متو جيني سنية باي ليبل إن بان بوتين أون بوتين سنيني أون ين بوتين مكابا إن درجات نين كنية أني طيب ركالة إيمانكو يا شيخ أنين بوتينغ سنيني. قال العلماء أشد أنواع الكذب الكذب على الله ورسوله. إن سنيني بوتينغ أمن إن pagputing pa Allah Ta'ala iban sin pa Rasul. Mamuting ka pa Allah Ta'ala iban sin pa Rasul. Amoy nin sangi ni iputing. Dawahan mo yung tao. Mamayta ka o kala Allah nagparmanin Allah sinuway nagparmanin Allah Ta'ala. Imiyan ka o kala Rasulullah sinuway nagbaytain Rasul sallallahu alayhi wa sallam. أموي من سنين يبطن ممتن كفى الله وفى رسول همتن من الله تعالى ومن سن رسول. قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ويرؤن سأني ما نسي دينس ما نسي أمو إن بطنن الله تعالى ومن سن رسول أمو ينتأ أني يتؤن بمن أمو يعني سنيني بوتين لمك أن نسبت إن الله سبحانه وتعالى سورة البقرة وأن تقولوا ما لا تعلمون إما جمومونكو إم ينكو بهائن هقما ها إسلام بهائن إن بيت سن رسول سن وير أن تنهاتم أمو يعني ورس بوتين. قال صلى الله عليه وسلم أحاديث إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. أثبت كيبا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إسيوسيو إن مقبطي إم ينسي تورني. قال رسول الله سنوين قبقين رسول تورني بطيني رسول الله إن غني بسر سنوين قبق بسر رسول فليتبوأ مقعده من النار فاقتغى مناسا سيه للإنكرنها في نرك جهنم. يقول الإمام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال لأن يكذب العوام أهون على الله من أن يقولوا على الله ما لا يعلم. لأن يرتكب العوام الكبائر أهون على الله من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. إن تأو عوام بيأسن أقوي بنسن كم إن مكهنا دوسرقل مهنان مياه مغان فإن دوس يده مغام غام فإن دوس يده دينسن مموتين سيا بوتينون ين الله تعالى ومن سن رسول إم ينسى. قال الله وقال رسول الله سن وير أنك فالإيان الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إم بقبوتين فالله إم بقبوتين ها رسول مراتب درجات بقنسي هم بقليبل نك ببدأ
insangi ngi puting pa Allah iwan pa Rasul an tadda'i an nubuwah. An tadda'i an nubuwah. Panagna an sangi ngi amuna in magwal kawin ikaw nabi. Ya Allah, in iman kau aku nabi. Ya turunan aku sin Allah Ta'ala wahid. Amin sangihingi puting amin pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pa Rasul sallallahu alaihi wa sallam biasin hi musaylima al-kadhab amin diang layan ni barani rahmanul yamama iban sin biasin asawanya isajah bintul harith biakan al-aswad il-ansi بيأكن طليحة ابن خويلد بيأكن الجعرانة الجعوانة ابن عامر الملقب بكردانة من سلين ما نسي هزما سن رسول صلى الله عليه وسلم نجول سلة إن سلة كنو كان أم النبي بيأتر ننسل سن الله سبحانه وتعالى وحد سنيني أمنا إن ينكوين أكو نبي يا ترون نقصن الله تعالى سنوي بأسن بابه بهم وأيا لا حول ولا قوة إلا بالله أو نقيم وديها مع إنديا يا أنيمي النبي كنو سيا إنديك بع نبي ريا لا تو نبي بلو دوارة بع مكون نبي تو نبي بلو مري نبي بلو سبب سن تنبول إن فهقال نبوة مقام النبوة مغلق بأسنا وبسنا تنبول فجوبت الرسول ويرؤن نبي بأسنا اسمع قال الله تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يا الله بقول إنك أولا سن محمد أما سن هنقطع أورين كانوا سمغا وهي محمد هي محمد رسول الله وخاتم النبيين إبا النبك إنب سنة قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وفي رواية نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون ولم كغن سلوس رسول كي أبدا قريها قيما كنبها ويرء النبي بأس كاف أو لون أنم برقى على لوس رسول نك بدا قريها كنبها نك أنا أنم ما ند كأس لوس رسول أتيت جوامع الكلم ديه لنقص الله تعالى جوامع الكلم ما معنى جوامع الكلم جوامع الكلم كبتغن سوبو سين معنى يملو أم بيأس يمان مها باسا ملكا بيأمان بروفرب يأون كبتغن هوبو سمغو إن معنى ملو أم إن رسول بما كبتغن هوبو دساء إن معنى يلندو إن هبا أتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب إبن دينها من ديه الكاقو سن الله ويكاره البقنا بها النكاونة أبابيلا كممنو apabila aku memenu malayupa malayupa kudumagpak patampat atawakan pamangakuntara yaitu akibanan riwayah hangkabulan paku dumatung kanila salsila diarama ma'wina Rasulullah awun dihil kanyasin Allah ta'ala biha ikatunia uhillat liya al-ghanai inaku langsin Rasul hiyalal kaku sin Allah ta'ala ghanima bang awun makanatu dengan pagbunuh anin pagtag ghanima حلال ينفى رسول ينفى أمة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كأنا بئس لما كجركما دينها غنيمة قمان سويه لهب تنمون فانبك تنبت مون إن كاي سنغني تندى سنتي معنى يوم أحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا والطهورا إبن اللبا بان سيستر لونس رسول ما كجري يقو هون هون قسما بهيا إن إيان كاكو ديوانس أمتك إن كنبيها النكون ويرؤون إنه كلمة بعثت إلى الناس كافة بيراقص الله تعالى بقتان ما نسي بكون هات عرب بقتان ما نسي
إن هكا أنم كي أبدا كورين كنلا وختم بي النبيون أكون إن كهنا بس النبي خلاص مغلق أكون إن كهنا بس النبي. رواية الإمام البخاري إن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف عليا في خيبر أو استخلف عليا رضي الله عنه فقال علي أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. يا الله لمس سعد أبو كدلو بنين رسول صلى الله عليه وسلم علي مجرها من قبات أن منس من قبابيها رسول نمنو ميغد نقبنو بنين علي نجرها من قبات أن من قبابيها لمس علي رضي الله عنه يا رسول الله أتخلفني في الصبيان والنساء يبين وقلون يا ما بابا إيوان ما بابا ما قد لون يا مقبونه نمشي الرسول أما ترضى أن تكون بمنزلتي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى دي كولون يا ما بايا لونسي رسول الله إني كولون يا بيأ كان هارون إن أكون موسى إن موسى وإن هارون مقتيمان هدوا نبي إن هارون هيبقبيني إن موسى هيبقبيني إن هارون مقتنجو لونسي رسول الله دي كوما بايا لون يا بيأ كوي هارون إن أكون نبي موسى سأسوما غوالهم سن رسول تمتمة لا نبي بعد ويل أن نبي بأسه مقام النبوة مغلق بان أون تاو مقدأوة نبي أكو أون كيتاك وقنغينك دياتو أناك واحد بيان كاكو هي جبريل سنتوك نمون متمقبات إنانا نغينك سال ها بغها نمون ننغينك بيان خلاص مقام النبوة مغلق يا شباب مغلق يا جماعة وبس منقنا أن سنيني بوتين فالله تعالى أن تدعي النبوة يكروه واسجى يد سنيني أمنا إن أن توهم الناس بعقيدة غير صحيحة يا الله لأنها من بوتين فالله ومن فرسول إن من هند قوبته عقيدة ولا إمام سنيني بالبطي من دو قوته عقيدة عقيدة لون يبانكو مجسمبها يم سوي لون يمج ببقدنون من ده يبانون ببقدنون سوي لون يتمغيت تكين كعبة يا أخي سبحان الله يعني بتمغيت تكين كعبة pagsakaling tao yaon sarap sin panghindo mo bukod na kaabin ti marikti ipon nin to marikti hindi ba unin pasur may tamangin mang hindo kita aqida wala imam sarap lang sin mga ulama al aqida bimanzilati al wazi aw al mizan in aqida sin tao biasa sin timbangan ko sin timbangan in timbangan yan bang aun depek sin timbangan timbangan ng kimangi misan unun he timbang mo mali in result niya sab kang in timbangan sabang in timbangan yan marayaw in kimangi amun timbang mo sadya timbang ko ang kakilo kaya utang mo tunga kilo makajari mo kurekon ganapan mo sadya tunga kilo jumukup na siya. Pwede siya yad tuwa mo in reformon, pwede siya dayawon. Arapon bangin kimangi timbangan, misan paunin hitimbang mo malik na sadya. In aqida sin mahalusya, biya siya timbangan. Once kau lang hindu aqida wala imamu, biya mo rakyangi in timbangan niya, misan paunin hindu sin kaywanan kaguruhan, di na siya tumayma sabab sinin timbangan niya kimangi na. بلا سجن نلو بلا سجن تيم واسنا بهاء سبب سن أو نك هندو كان عقيدة ولا إمام بلا سجن تاو بهاء نروبا إمي المقلاد القرآن كأفة تنجود حول ولا قوة إلا بالله إندو أن من تاو سن لو تق الله
aw lawnya in Quran lawnya kapatan juz uni mga bisra biha in ang Hindu kau bang kau maghaji bang kau makahaji lawnya mapapasindu sa mukatan di muli layun kaniya indusa mangi indusa mo in patauri at tumakain imiha bang bihati pag Hindu mo gampakuri na himindu maita sabing tao mangi maghaji pagbalik at tumaghinang na isab mangi so dalong ni mapapas na so dalong ni mapapas na suway bang ko mang Hindu suway mo palayo ni pag Hindu pinasadjain tao kaya Hindu ang aqida wala imam mesin mga aqida subhanallah amu in long niya in guru aun pagkatabang palong ni guru halong pakubulan kayo kandalong ang kandalong niya suay musulot ni guru mo rin di siyumun mo dilan mo kakaun dilan mo siin may tamakatabang long ni hakubul la ilaha illallah muhammadu rasulullah sangi ni puting mang Hindu kau aqida wala imam Hinduan mo yung tao bang long ni Allah ta'ala nagiyan Sami'un basir sangat makarungog sangat siya mo in makita hati niya long mo in Allah ta'ala takatay nga mong mga bihan la ilaha illallah pasandungun mo biasin kaulan in Allah ta'ala biasin manusia hasha laysa kamithlihi shay di makajarin parakala biha ini damik yang kaiban ang manusia maghindu ilmu lang niya kasusihan. Di ikaw lang niya masusi. Suway mo lang niya amuin bangkaw maglano, suway lang niya amuin matugsok mo palaw. Suway mo lang niya mapasudin lima mo palaw sinamuin. Ya, kiso naging mo kayo. Laungon mo yung tao. Aw maghindo bihaon. Indo sa mukatan lang niya makasan sin liuon sa jakaw. Da sa jakaw maria mo in manok puti. Sin pilakilo buhas makain. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aqida. Wala nasabot sin Allah Ta'ala iban sin Rasul. Way nasabot sin sahaba. Di makajari. Sangi puting pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In maghinang-hinang. Iban maghindo kita aqida pa manusia. Wala siya imam. In hikatu darajat puasin pagguwal nabi pagdawa ini kau nabi wa paghindu aqida wala imamu an tuhallila aw tuharrima min ghairi ilm ya salam sangi'ngi puting pahadarat sin Allah ta'ala sangi'ngi puting pa Allah ta'ala yang pa rasul amu in mang hukum-hukum kau halal inyaun haram sinwayru'un ilmu misanwayru'un ilmu imian kau inyaun halal inyaun haram in hukuman sinyaun di makajari in hukuman sinyaun makruh in hukuman sinyaun tu wajib haunu kau nakaingat camba-camba kulung nada kathibun ala Allah di makajari putingyan pahadarat putingyan pa Allah Ta'ala intau barakkan intau ang pag-iman pa Allah Ta'ala pasaran niya na in pagfatwa pa mga ulama ayaw kau magfatwa para kala way panghati mo amun na sayin nakahilo halakato tani amun na yin nakahilo halakato tani inkatan mufti aw namuk mufti na to inkabayan singkatan mahinang mufti magpatwa ha Facebook, magpatwa ha internet, magpatwa ha radio, magpatwa ha katan, sin kulang in panghati niya para kala yaon. Hada kadib. Mabilang niyang puting pa Allah Ta'ala pa Rasul, bang muwala na basa marayaw, iyaka an tantika bi kalima, ibut kay mo ayaw kaw kumabdang hukuman misan unuun. Pahadji ana marayaw, ampa kumamissa. Kala Allah Subhanahu wa Ta'ala, ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام
لمسن رسول صل... لمسن الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أيوك ملوسن الله تعالى مجنانه لنبوتن موتن إن شمدن يؤمن هذا حلال وهذا حرام وجنانه لنقمه هكما مكأتا في ونسيها ونبسمه لا يجوز يا أخي لا يجوز دي مكجر بهاد لوسن الله تعالى بمر كينة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أسوه أن انتو تغفن هاتي بمر كينة بقن مهين انت نمون كتانسي بغسوه صويبك جواما أنت أوبيان أدت تبيئة نيانا أو ينتو دينيا سجكينة إميان بدع أو ينتو دينيا كينة ولا يموت أن سنفكي لنيا هذا بدع يا أخي نبس سموركة كيف أجي ألمه وي سألوني ويكو كيتا ويكو لوني نبس إيكا ويمو نبس سأراكم ننسيا نسبت سما علماء بس هنام فقوهمكم أيوكم مأوس هذا كذب إن إيا ما بلنسيا بوتين فالله والرسول ما يتمسيا بوتين فالله والرسول إما مأوس أوس كوجوما وب كأخو فمنتغا كان إمام أحمد أمو إن ينونت سلف الصالح دموك ومقول إن كبت من سن إمام أحمد وقت سيديتون أنهم بقسوا لها مغرب نقدر قتل أن سؤال إلا يسنه لا مغرب هرب عراق هموروكو أرب عراق نقدر قتل أن فغسوا كجوابان دس الإمام أحمد أنقو تقبيته إن كيف ننوي لو سنت أويدته يا إمام هون إن كيف ننجواب لو سن إمام أحمد لا أدري إيكو كينة لو سن أسجدت إمام أحمد لا يدري إمام أحمد لون من كيك لا سن دنيا لما كينة لو سن إمام أحمد بلك وفهلاء بيت إن تأولد تقتانه إمام أحمد ويبان هاتني بهان عالم بهان تأولد تقمبغ فالله تعالى جاجغ هن دلانية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سبسيسيو سنة الله تعالى بمريكينة بسه مري حديث فغسبوك يا شيخوني معنى سن حديثني بقنكم مقفت ومجهن ومسين النكمل سبحان الله أو نجهتبة نجهتبة أو لونين الله تعالى لون يريد ما يمجهله هلا خير مرينك إلى الله لما يمجهله هلا إن دليل لون يفرمن سن الله تعالى لا يبغون عنها حولا أم يتو لون دليل سن بي ما بين الله تعالى مجهله هلا لا يبغون عنها حولا سرقتنا هنقرقب سنحي ولا إبن سنهلها لا أخي ميتين بها هذا كذب على الله إندو أن منتعو من قولهم نتمو لك ما قالوا نسابه سؤيك ودموا ألوني اللهم اجعل لنا يا الله هنا ألوني بئ لنا مين ألوني لنا يا أخي سبحان الله حق عجيب حال سما نسي هذا كذب بطي وللأسف الشديد ما تقول إن مكة أم إن مكة قسولا غير فالنال إلى سيمبل لي أمري كينة قل الله أعلم أمري كينة إيمانك لا أدري لك كينة إن بسر لا أدري نصف الجواب هنطوى سن جواب لا أدري يوكو ملوما إيمان جمان لقب أنكو سن الله تعالى من بين حال جمان كلاس هنكو سن تأو من بهان حال كفق أمانة أنكو فقسق لك سنباها يا غنبك مسجد نجليلي سبحان الله إن من قوله إني ما كلاسهن سين الله تعالى من سين رسول سوي ملوني تلي في ملوني سبة بما بر سبة من دليل لوني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولي بر سبة سين حديث من سين أتباعي ولي بر سبة لي بجندو ولا نبلونكم بشيء من قوله ما مأجل ما بياك ملونيا لما نبين يجل ليه هروا ملونيا ولا نبلونكم لما نبلون لا حول ولا قوة إلا بالله سويك تاني همونو ماشي فركالة بها إن من دي وير جاتو هنت وير جاتو هنت هذا كذب إن إيان بوتين بوتين تفا الله وقل إن بيوتي أنت ما نسي بيوتي أنت الله إيمان سن رسول
إذن يا جماعة سنيني pagputing أمن pagputing pa Allah Ta'ala iban pa Rasul بيدي pagputing na bagi nagtu sanyini ini amu in maggual ko ini kau nabi ini karuan ya in manghindu kau aqida wala imamu ini katun ya imian kau ini yang halal ini yang haram magfatwa kau hawaiyun ilmu'mu yakkal akkal musajja di makajarin bihadu maitung siya puting pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala manzib pa Rasul ma tawag ginisan puting puting si magdaragang puting sinamu in maas pabata puting sin puting pahayop puting hapagkaunan mata o ginisan nasabot si Rasul sallallahu alayhi wa sallam ilingkat sin agam Islam ipagtarap ya sin agam Islam sambil pahayop di ko paputingun sambil paanak mo sibi-sibi ko paputingun nasabot a hadith رواية أبو داود والبيهقي لأن حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا أم قد لو سن عبد الله بن عامر تياغا قلونا هنا سيفا قلونا سقل لون الرسول ينهب أينام لملينك تياغا قلونا هنا لون هنا كاك لون سن عبد الله إينا قوينا تعال أعطيك كاليكو لون يوني هيلك كيم كاليكو لون يوني هيلك كيم لو سي الرسول صلى الله عليه وسلم أمام يده ما أردت ماذا أردت أن تعطي ونو لون سوم هيلك الكنية لو سي ببئي أردت أن أعطيه تمرا سوم سي لون يديه لن قل ما لو سي الرسول صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبة تنتم ياكو ببأي بغسجن بالسلام قائلات ومن كاريكو ديه لن تكو ويمو سيديه لن بيوتنان مبغمان سيما كون إسولت يدتو كيمو بوتين إسولت كيمو يدتو بوتين سنبل بحيوان نعم puting paglango-glango amenin mataud puting aulong nya puting puti aulong nya puting itum wairun puting puti iwan puting puti itum inkatan puting itum siya kata okay wala nyan tao mangi ina tanam magjoke suya jaon puting wailong nya bitchin long nya sin kaamu in bisarali long nya lumanab bang wairun puting nya la ilaha illallah qala sallallahu alayhi wa sallam رواية أبو داود والترمذي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له لمس الرسول صلى الله عليه وسلم كمن سنة أنها ما نسي أمو إن من ويسوي كسا بطن بغمان كمتا وينتأو بغمان كمتا وينتأو أمو رتم مقصود نأتسي تمنغن دوسة بغمان نما بقتا وينتأو كمن سنة أنها ما نسيئنت لونس النصوص صلى الله عليه وسلم كمن سنة أن كان كندا يا جماعة إن حديثت أمو إن أسبت النصول علامة قيام الساعة in pagputing lumahil in pagputing biya na sinjima tukato tanyo bihaon subhanallah in pagputing in pagputing hamasa na to bihaon tabiat na normal subay ni mapinda biya din in pagpinda di huwag mo ng hadith di huwag mo ng informan sin Allah Ta'ala kaysa niya magtawad ko bihaon magtawadan min mga puting yan الكروانية واسمه مكتوبة مكستغفار مكستغفار الله سبحانه وتعالى داهن مداهن مكجنجن الله تعالى يا الله جنجي أنتكو إن دئناك مكبوتين إن شاء الله سبحانه وتعالى مسان باونو مكهابين كاكو داك مكبوتين بانكالو بهنمو استغفار استغفر الله العظيم تقصوه بكروان سنبن قبوتين أقولو بطني كينة مميئتو إن مكبوتين mangito yung magputing. Ano pa yung hinangunta? Biyaksahin baran mo. Ayaw ko magputing. Misan pang bata-bata.
ayaw ko magputing. Biyak sa himbaran mo. Biyak sa himbaran mo. Tumtumon mo yung mga hadith na sabot ko kain yung tauputingan, mga ito man yung bayho na yung tauputingan, migin malaikat din kanya, yung tauputingan na halomsin pag, pagsaksak sa yung tauputingan, di makasudsul ka yung tauputingan, diretso panarka, tumtumon mo yan to katan. Bako hakasarasan si Shaitan, hinang kauputingan supaya kumatawa yung tao, tumtumon mo yung bayta si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bang di daya jama'a, di na mapindin halta. Di na mapindin halta. Na in pagputing aw nay sabding ha mga puting amo diyan e kaisa niya pagputing a pagbunuan be sinasabot sin Bahz ibn Hizam law sin Bahz law sin Maymun ibn Mihran al-kadhib fi ba'd al-mawatin fi ba'd al-mawatin khayr min as-sidq aw nyan waqto isa bin pagputing labiring in pagputing labiring sin magbisra bunnal aqiban an waqt Sibiyaddi. Ah, tanglong ta pagbunuan, sung mubuno nin hambok na kurayaw, hambok long ta min sato, so ay ko rin mamayta. Abang ko na mayta, kaunahan ko. So yung pagbisara puting dahil hindi kalalihan. Diyari sin siya. Damit yan, pagbunuan, yung pagputing na isa ba mo in al-islah bainan nas, bang kita magpasulot tao, aon tao yaw nagkakalo, baytaan min hambok, toolong mo yan, ay namisad to kaw ikwan pagsabot niya ko daran way sad to nagsabot sa baitaan mo bihad way ron salla niya sa Allah Ta'ala abang man mapagsulot tayong duha inhikato niya puting tapaasawata niya ding harakala mang daday kaway hambiyaon alam niya pagputingan kita long niya ikay manusog ka kukan on na long niya gapi ta iustad mo siya hindi miyan makajari kuno bukong bihad yung maksud injari sinsara muting ko paasawa mo amo in ikakug si pangatayan ilan ta kamo sam bang tiak di sin Allah in asaw mo pangit ha mangi babae pag sakali manudlay nudlay haunahan mo magpahamot hamot magpa-impress lang simbasa ha? Maun kay mo imyan dang what do you think long niya malingkat na ako Hapangatod mo, ako na kung biya mga amuin ta, timatal mi datas ka huyaw ni lupa. Ha? Wairon salla na imiang kodang, biya kaulong mo biradali ni maubling atas langit. La ilaha illallah. Puting sad, kumain ka ni lupa niya may lupa. La hawla wala kuwata illa rita masabot na hindi. Sa bang man, di siya amuin sakitan anay. Nakasawa ko ba ba, rimaingat magadjal. Magadjal maasin, mapitin, makakaon. Ayaw na kong imyan. Ikasakit siyang pangatayan niya. Nang ipakaroon na nam sinadyalan mo ini. Ha? Ah, mo yan, undang, alhamdulillah, maingat ko magadyan. Masarap na kuman. Bayan ako kumakon. Maying kansong nakusuka kun. Sari na. Sari na. Bang man, amung hindi siya rukalan. Diyari sin sara. Sabab si paghalga sin agam Islam. Ha, pangatayan sin babae. Mahuli mamait na ako. Biya ba ngayon suara kung kuntod kondisyon harumini. Sari sad to ang mga amu indulan tuod mataod pimbi ang mga wala na sabot sa mga gawa insha Allah fi darsi at tawakan ng muhadara sumun biidnillah subhanahu wa ta'ala kalu makahaba-haba mauli assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalamu